بسم الله الرحمن الرحيم يمكن هذا اليوم وهذه الفرصه يعني كانت فرصه ثمينه ان احنا نستمع ارائنا كلنا مع بعض والحقيقه انا استفدت يعني من استماعي وفي هذا الاستجواب يعني يعني اطلعت على قدرات الاجهزه اللي داخل وزاره الماليه وباذن الله باذن الله ان وزير الماليه في هذا الوضع الصعب من اقتصاد الكويت في نزول اسعار النفط وزياده الايراد وزياده المصروفات والاستحقاقات المترتبه يعني على الميزانيه العامه للدوله باذن الله باذن الله نكون قادرين من خلال هذه الاجهزه اللي موجوده ان شاء الله ان احنا نتخطى بدعم يعني وتوجيه سمو رئيس مجلس الوزراء وتحت الكلمات الساميه لحضره صاحب السمو. انا اشكر الحقيقه اخوي رياض العدساني اللي استجوبني اليوم ولا يضره وان كنت لا اتمنى ولكن لا يضره اذا قدم لي استجواب فانا ان شاء الله جاهز في اي وقت. واشكر كل من يعني اثنى في هذه الجلسه وكذلك اخذ بكل التقدير اي ملاحظات او يعني سوء ظن يعني اشكر السيد الرئيس يعني وان شاء الله انا راح اختم ان شاء الله علي خير لان ان شاء الله لان لان ان شاء الله يعني ان شاء الله احنا نجمع ولا نفرق شكرا شكرا اخ